99 عن مجاهد قال: عن مجاهد قال: قيل لابن عمر إن نجدة يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. نعم، نجدة أحد أعلام أهل البدع، فماذا عرض على ابن عمر؟ الإخوة وين الدرس؟ نعم، ذكروا لابن عمر كلام نجدة في البدع، فماذا فعل ابن عمر عندما قيل له عن كلام نجدة في البدع؟ لم يرد عليه ولا يسمع. نعم، رفض أن يسمعه. طب لما رفض أن يسمع كلام نجدة في البدع؟ لما نرجع إليك؟ حتى لا يقع في قلبه شيء. نعم، حتى لا يقع في قلبه شيء من البدع. إذن هذا يدل على قاعدة مهمة جدا من قواعد التعامل مع الباطل، وهو ما هي هذه القاعدة؟ عدم الجلوس مع أهله. أقول لك قاعدة، عدم طرح البدع على قلبه. يعني أحسن من هيك، عدم التفصيل في الباطل. بعض الناس يفصل في ذكر الباطل، وهذا خلاف منهج السلف. الباطل لا يفصل في ذكره. فلان يقول أحدهم: أريد أن أرى أهل البدع. قال له: بسيط، الآن بوريك على اليوتيوب. يا أخي أنت آثم، رؤية أهل البدع ومجالستهم لغير العلماء أنت آثم. إذا كان ابن عمر وهو من العلماء رفض، والآن للأسف أهل البدع ينزلون أفعالهم وكلامهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فما هو الحل؟ أن تبتعد عن هذا. يخشى أن يقذف في قلبك شيء. إذا احتاج من يسمع أهل العلم حتى يحذروا منهم ومن كلامهم، وبالتالي إياك أن تقع في هذا الفخ. الأمر الثاني، تفصيل ذكر الحرام. هذا من الأخطاء، أن تفصل ذكر الحرام. كيف؟ قال: الآن وأنا جاي على الدرس شفت لك واحدة لابسة كذا ومواصفاتها كذا. اتق الله يا رجل، اتق الله. لا يجوز التفصيل بالحرام وبالباطل. هذا شيء مهم. وشفت لك رجل يفعل كذا وكذا لا يجوز. فدائما من قواعد التعامل مع الباطل عدم تفصيل ذكره. لا يفصل ايش في ذكره. انتبهوا لكلام السلف كيف استفدنا منه.